أوديولابي، شارك المعرفة. السلام عليكم أيها الرائعون. بداية أدعوكم للاشتراك بقناة الأفضل ليصلكم كل يوم مقطع جديد ممتع. يأتيكم برعاية أكاديمية نيرونت. قبل الحديث عن الطرق لابد أن نحكي ما قام به الناجحون وما قام به الفاشلون. الناجحون آمنوا بالفكرة وأيقنوا أنهم بدون محاولة وبدون فشل وتعلم من الفشل لا يمكن النجاح، فاختاروا طريقهم، جربوا النجاح وفشلوا مرات عديدة، وفي النهاية ومع التجربة والخبرة وبعض الصبر حققوا نجاحهم. أما من لازالوا إلى اليوم يبحثون عن النجاح لم يعيروا الكلام اهتماما، فعندما نقول لهم أن الشخص لابد أن يستخدم عقله ويجرب ويستفيد من الخطأ يكون ردهم كالتالي: أنا تعبت، فقد حاولت وفشلت. هم باختصار ينتظرون المعجزة تجعلهم ينتقلون من الفشل إلى النجاح. الفرصة أين هي؟ البعض يكون متحمسا ويريد النجاح ويحلم كثيرا، لكن عندما تسأله لماذا لم تبدأ يقول لك ببرود: لم أجد الفرصة. وأنا أقول لهم جميعا: الفرصة لا تأتي من تلقاء نفسها، فانتبه جيدا لأن عليك أن تعرف طريقك وتبدأ، فالفرص تأتي وأنت في الطريق ولا تأتي وأنت على الرصيف. قد لا أنجح. البعض يريد أن يعرف مسبقا أنه سينجح لكي يبدأ، يريد أن يتوقع كل شيء، يريد أن يخطط لكل شيء قبل أن يبدأ، يأمل أن تكون لديه خريطة كاملة لكل ما سيحدث لكي يبقى أمامه تنفيذ الخطة والنجاح. أنت لست في سباق حواجز لكي ترى كل العقبات وتستعد لها جيدا، فالطريق إلى النجاح مليء بالمفاجآت ولا يمكن أن تعرف كل شيء. قد تستعد لبعض العقبات وتحس أنها ستحدث، لكن البعض الآخر سيفاجئك، وهنا عليك أن تكون قويا وذكيا لكي تتصرف بطريقة تتيح لك النجاح. هناك فرق كبير بين التوقع والخوف، فرق كبير بين الاستعداد للحدث والخوف منه. حتى وإن كنت لا تعرف ما قد يحدث عليك أن تأخذ حذرك، ولكن إن أصابك الخوف ستجد نفسك تهرب، وهكذا لن تحقق هدفك. الخوف قد يكون دافعا للنجاح. الحياة هي تحدي كبير وعليك أن تؤمن بالنجاح لكي تكسب التحدي، أن تصبر وتتصدى لكل العقبات. قد يصعب عليك تخطي بعضها وقد تخاف خوفا شديدا من الفشل. وقتها اعلم أن خوفك من النجاح ليس دافعا للهرب، بل هو دليل على أن ما تريد تحقيقه يستحق المخاطرة قليلا، ويعني أيضا أنك بحاجة للكثير من الأمور لتقوم بها وتتعلمها. الصبر والكسل. البعض قد يخلط بين الصبر والكسل وقد يظن أنه بكسله يكون صبورا. في الواقع هناك فرق كبير. أن تصبر يعني أنك تقوم بما عليك فعله وتفشل وتحاول مرة أخرى وتجد عقبات كثيرة، ولكنك تصر على النجاح ورغم أنك تعرف بأن الطريق طويل لكنك تصبر وتستمر. أما الكسل فهو أن تفشل مرة وتجلس منتظرا الفرصة إلى أن تأتي، وبعدها تجرب دون أن تستعد لأي شيء، وقد تأتي الفرصة وتجدها أصعب بكثير مما كنت تتوقع، وقد لا تأتي بتاتا. الوقت كالسيف. في الماضي كان الوقت كالسيف، أما اليوم فالوقت قنبلة ذرية، إن أهملته خسرت كل شيء. ما يزعجني هو أني أرى بعض الناس يسأل كيف ينجح ويبقى منتظرا الإجابة، ويظن أنه بانتظاره يقوم بشيء كبير، ثم يتعب من الانتظار ويعيد البحث عن إجابة بنفس الطريقة. الكل أناني. عندما يتعب الشخص من الانتظار ولا يجد ردا يبدأ في انتقاد الآخرين، يظن نفسه ظلم من الجميع، وفي الحقيقة إنه هو من يظلم نفسه، فلا أحد مجبر لكي يساعدك. لن يأتي شخص ويعطيك كل النجاح في كأس ماء تشربه وبعد دقيقة تجد نفسك نجحت، بل النجاح هو مزيج من العمل والتجربة والمحاولة. لا تنتظر المثالية. أغلب الناس قبل أن يبدأوا يريدون أن يكونوا مثاليين في كل شيء. لو كنت مثاليا فأنت لست بحاجة للنجاح لأنك تملك كل شيء، ولا يمكن أن تعرف كل شيء قبل أن تنطلق باحثا عن النجاح.
اعرف في البداية ما هو هدفك وابدأ، ومع الوقت وأنت في طريقك لتحقيق الهدف ستصادف الكثير والكثير، تتعلم من بعض التجارب وتستغرب من بعض المفاهيم الجديدة، وفي النهاية ستحقق الهدف ليس بالمعرفة فقط بل بالتجربة أيضا. فالبعض يعرف الكثير ولا يحقق أي شيء، وآخرون يعرفون القليل وقد حققوا كل شيء. المسؤولية. عليك أن تتحمل مسؤولية كل شيء تقوم به، وأن تتحمل مسؤولية القرار وبعدها مسؤولية النتيجة، لأنك وحدك مسؤول عن حياتك. فلا تجعل الآخرين يوجهوك لما يريدون، لأنك ستفقد مسؤولية نفسك، كأنك تركب في المقعد الخلفي وتترك الجميع يقود. كل واحد سيأخذك إلى حيث يريد، وأنت في النهاية لن تصل للمكان الذي حلمت أن تصل إليه. في هذا السياق ننصحكم بقراءة كتاب جسد لا يشيخ وعقل لا يحده زمن للكاتب ديباك تشوبرا. تجدون رابط شراء هذا الكتاب في مربع الوصف أسفل الفيديو. شاهد أيضا، تفضل بالاشتراك في قناة أوديولاب الآن.